بعض المثنيات في اللغة العربية: الأحمدان، الأمن والسلامة، الأصفران، الزعفران والذهب، النيران، الشمس والقمر، الأشرفان، العرض والشرف، التوأمتان، العينان، الواعيان، السمع والبصر، الهاديان، العين والأثر، الأغزران، البحر والمطر، الأثرمان، الظهر والموت، أو الليل والنهار. بعض المثنيات في الإسلام: الكريمان، الحج والجهاد، الثقلان، الإنس والجن في القرآن الكريم، أو الكتاب والعترة، أو الكتاب والسنة في الحديث الشريف. الزهراوان، سورة البقرة وآل عمران. الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. الهجرتان، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. الأذانان، الآذان والإقامة. المروتان، الصفا والمروة. القبلتان، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. البردان، صلاة الفجر وصلاة العصر. بعض المصطلحات العربية بصيغة المثنى: الأبردان، طرف النهار، الغداة والعشي. الأبهجان، الوشا والظهر. الأبوان، الأب والأم. الأبيضان، الحليب والماء أو الحليب والدهن أو اليومان. الأجودان، البحر والمطر. الأحمران، اللحم والنبيذ. الأخبثان، الغائط والبول أو السهر والضجر. الأخضران، العشب والشجر أو الشجر والعنب. الأخطلان، الأخطل الكبير، الشاعر الأموي غياث بن غوث. والأخطل الصغير، الشاعر اللبناني بشارة الخوري. الأدبان، أدب النفس وأدب الدرس. الأزهران أو الأنوران أو الجاريان، الشمس والقمر. الأزدران، المنكبان. الأسمران، الماء والرمح أو الماء والقمح. الأسودان، التمر والماء. ومن الحيوان، العقرب والحية. الأسيران، الشعر والسمر. ما أجمل اللغة العربية، لغة حية وسرية.